आज की जो दुआ आपको मैं सुनाने वाला हूं, इसके बारे में आप एक हदीस सुन लीजिए, फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि आपको कितना जरूरी है ये दुआ सुनने की आदत बना लेना। एक सहाबी रसूल बीमार थे, उनके नज़ा का वक्त आया। हजरत उस्मान गनी आए, कहने लगे, ऐ सहाबी रसूल, आपकी आखिरी वक्त आ गया है, लिहाजा आपकी दो जवान बेटियां हैं, उनके बारे में आप मुझे कुछ वसीयत कीजिए ताकि मैं उनके लिए कुछ भलाई कर सकूं। इतना कहना था, वो बीमार साहबी उठ बैठते और कहते, उस्मान गनी, आप माल की बात कर रहे हैं तो आप माल दौलत की बात मत कीजिए, इसलिए कि मेरे पास माल और दौलत बहुत है। हजरत उस्मान गनी कहते हैं, मुझे लगा कि तुम्हारे पास माल और दौलत नहीं है। तो वो साहबी रसूल कहते हैं, वैसे जाहिरी तौर पर मेरे पास माल और दौलत नहीं है, लेकिन मेरे नबी के फरमान पर मुझे कामिल यकीन है। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिस घर में शाम के वक्त सूरह वाकिया की तिलावत हो जाती है तो उस घर में कभी तंग दस्ती नहीं होती, कभी माल की कमी नहीं होती, कभी रिस्क की कमी नहीं होती। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा एक सूरत की और इसी वीडियो में तिलावत हुई है, ये दोनों सूरत की तिलावत आप सुनने का माहौल बनाइए, इंशाल्लाह आप भी तंग दस्ती से निजात पा जाएंगे। आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में आमीन जरूर लिखिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर आप कोई ज्यादा सीरियस मैटर में हो, परेशान हो, तो आप हमसे राब्ता कीजिए, इंशाल्लाह अजीज फाल के जरिए से भी आपके मसले का हल किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िया ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا وسلاما وسلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من رزقهم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون
لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة وفسدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.